السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عزيزاتي الطالبات، طالبات الصف الثامن. معكم أستاذة سميرة رمضان، معلمة العلوم مدرسة المجتمع الإعدادية الخاصة بنات. عنوان درسنا اليوم هو الكواكب، والكواكب من مكونات المجموعة الشمسية التي سبق أن تعرفنا في الدرس السابق على مكوناتها، وسوف ندرس بالتفصيل كل ما يخص الكواكب. أهدافنا لدرس اليوم، أتوقع منك يا عزيزتي الطالبة في نهاية الدرس أن تكوني قادرة على أن أولا تعددي خصائص الكوكب، ثانيا تقارني بين الكواكب الداخلية والخارجية، ثالثا تعددي خصائص كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية. سنتعرف على مفهوم الكوكب. ماذا يعني الكوكب؟ وهل يختلف عن الشمس؟ الكواكب هي أجسام معتمة لا تولد الطاقة، تدور حول الشمس بعكس اتجاه عقارب الساعة، وتدور في مدارات مغلقة شبه دائرية، وعدد الكواكب 8 كواكب. إذن لو أردنا أن نقارن بين الشمس والكوكب، نجد أن الشمس جسم مضيء، أما الكوكب جسم معتم. الشمس تولد الطاقة، الكوكب لا يولد الطاقة. وإذا قمنا بملاحظة الشكل الموضح أمامكم، فهو يوضح المجموعة الشمسية. نجد أن الشمس في مركز المجموعة الشمسية ويدور حولها 8 كواكب، ونجد أن ترتيب الكواكب حسبا للقرب من الشمس يأتي في المركز الأول عطارد، ثم الزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ، وبعد ذلك نجد المشتري، زحل، أورانوس، وأخيرا نبتون. أريد منك الآن أن تقومي بترتيب بطاقات الكواكب الموضحة بالشريحة التي أمامك تبعا لقربها من الشمس. وقد قام العلماء بتقسيم الكواكب تبعا لقربها من الشمس وبعدها إلى الكواكب الداخلية وهي القريبة من الشمس، والكواكب الخارجية البعيدة عن الشمس. هيا لنقارن بين الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية. أولا من حيث طبيعة الكواكب، نجد أن الداخلية صخرية والخارجية معظمها غازية. ثم من حيث الكثافة، الكواكب الداخلية عالية الكثافة والخارجية منخفضة الكثافة. ثم نقارن من حيث الحجم، نجد أن الكواكب الداخلية صغيرة الحجم والخارجية كبيرة الحجم. ثم بعد ذلك من حيث أسماء الكواكب وعددها، الداخلية 4 كواكب والخارجية 4. الداخلية هي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، والخارجية المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. والآن هيا لنتعرف على خصائص كل كوكب على حدة. أولا كوكب عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس وأيضا أصغرها حجما، يساوي قطره 0.38 من قطر الأرض، وكتلته 0.055 من كتلة الأرض. وحيث أن تسارع الجاذبية على سطحه يساوي ثلث تسارع الجاذبية على سطح الأرض تقريبا، فلذلك لا يمكنه الاحتفاظ بالغلاف الجوي حوله، لذلك تختلف درجة الحرارة على سطحه بين الليل والنهار، وقد تصل في الليل إلى -170 درجة، وفي النهار قد تصل إلى 425 درجة مئوية. وطبعا هذه درجة حرارة مرتفعة جدا جدا، ولذلك تنعدم الحياة على كوكب عطارد لارتفاع درجة حرارته بسبب قربه من الشمس، وترتفع نهارا وتنخفض جدا ليلا بدرجة عالية. وقد سمي كوكب عطارد بهذا الاسم نسبة إلى إله التجارة الروماني، وكان يسمى عطارد. وأيضا يقال أنه نسبة إلى موقعه في السماء، فحيث يتغير بسرعة تفوق سرعة تغير أي كوكب آخر، فسبب ذلك تسمية الكوكب عطارد هو لسان العرب أو طارد ومطرود، أي المتتابع في سيره.
وأيضا سريع الجري، ومن هنا اسم الكوكب عطارد الذي يرمز إلى السرعة الكبيرة لدورانه حول الشمس. ثانيا كوكب الزهرة، ثاني الكواكب قربا من الشمس، وأيضا يعرف بتوأم الأرض لأن قطره يماثل تقريبا قطر الأرض، وكتلته أيضا قريبة من كتلة الأرض، وله غلاف جوي كثيف يتكون أغلبه من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك يحبس حرارة الشمس داخله فترتفع أيضا درجة حرارته وقد تصل إلى 500 درجة مئوية، لذلك لا يمكن أيضا العيش على سطحه. ويرجع سبب تسمية الزهرة بهذا الاسم، معنى كلمة الزهرة هو البياض المنير، وذلك بسبب أن كوكب الزهرة يتميز بالسطوع لانعكاس كمية كبيرة من ضوء الشمس بسبب كثافة الغلاف الجوي الكبيرة، وأيضا يعرف بفينوس إله الجمال. الأرض كوكبنا أو كوكب الحياة، الكوكب الوحيد الذي تم رصد حياة عليه ولم يتم رصد أي نوع من الحياة على أي كوكب آخر، وهو الكوكب الثالث بعدا عن الشمس، وهو الكوكب الوحيد كما تعرفنا الذي توجد عليه الحياة بسبب الغلاف الجوي، فإن الغلاف الجوي أغلبه من غازي النيتروجين والأكسجين، ودرجة الحرارة عليه معتدلة، ويحتوي على الماء بجميع حالاته الثلاث، وتعيش عليه الكائنات الحية. الكوكب الرابع هو المريخ، وهو آخر الكواكب الداخلية، ويتميز المريخ بأنه لونه أحمر، وذلك بسبب وجود أكاسيد الحديد على سطحه، فلذلك يعرف بالكوكب الأحمر، وهذا أيضا يرجع إلى التسمية المريخ، فكلمة مريخ تعني البقع الحمراء. وإذا تحدثنا عن خصائص هذا الكوكب نجد أن له غلاف جوي رقيق من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل درجة حرارة سطحه أقل تفاوتا منها على كوكب عطارد، وتنعدم أيضا الحياة بسبب انخفاض درجة حرارته في الليل وعدم توفر الماء والأكسجين به. الكوكب الخامس بعدا عن الشمس هو كوكب المشتري. خصائص كوكب المشتري هو أكبر الكواكب حجما، وهو كوكب من الكواكب الغازية، ويمتلك غلافا جويا من غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم، ويتميز بوجود بقعة حمراء على سطحه يمكن رؤيتها بالمراصد الفلكية، ويدور حوله 79 قمرا، منها 4 كبيرة والآخر بأحجام مختلفة، قد يصل حجم أحدهما إلى حجم كوكب عطارد. وأيضا تنعدم الحياة على هذا الكوكب لانخفاض درجة حرارته وتركيب أغلفته الجوية. سادس الكواكب هو كوكب زحل، وهو سادس كوكب بعدا عن الشمس، وهو يشبه كوكب المشتري إلا أنه أصغر منه حجما، ومعظم غلافه الجوي هيدروجين، ومتوسط درجة حرارة سطحه تساوي سالب 125 درجة مئوية، ويتميز بوجود نظام حلقات ضخمة مكونة من قطع صخرية وثلجية تدور حوله، ويتبعه 62 قمرا، 7 منها فقط كبيرة ولها أشكال كروية. سابعا كوكب أورانوس، وهو سابع كوكب بعدا عن الشمس، ويشبه كوكبي المشتري وزحل إلا أنه أصغر منهما حجما، إذ أن قطره يساوي 4 أضعاف قطر الأرض، وكتلته تساوي 14.5 ضعف كتلة الأرض، وله غلاف جوي يحتوي على غاز الميثان بالإضافة إلى الهيدروجين والهيليوم، ومتوسط درجة حرارته تكون سالب 215 مئوية، ويتميز بوجود حلقات تدور حوله بشكل رأسي، ويدور حوله 27 قمرا. والآن مع آخر كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وهو نبتون، هو الكوكب الثامن والأخير بعدا عن الشمس،
يشبه كوكب أورانوس في لونه وتركيبه وغلافه الجوي ودرجة حرارته، وهو أصغر منه يساوي قطره 3.9 ضعف قطر الأرض وكتلته 17.1 ضعف كتلة الأرض، ويدور حواليه 13 قمرا فقط. وبذلك عزيزتي الطالبة نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أريد منك أن تسترجعي ما تم دراسته، فلقد قمنا بدراسة أحد مكونات المجموعة الشمسية وهي الكواكب، تعرفنا على خصائص الكوكب وتعرفنا على أسماء الكواكب وخصائص كل منها، وقمنا بتقسيمها إلى كواكب داخلية وخارجية تبعا لقربها عن الشمس. والآن أريد منك أن تجيبي عن الأسئلة. السؤال: من أنا؟ أكبر كواكب المجموعة الشمسية. فلتفكري عزيزتي الطالبة. أحسنتي، المشتري. ثانيا: من أنا؟ أبعد الكواكب عن الشمس. أحسنتم، نبتون. ثالثا: من أنا؟ الكوكب الوحيد الذي يوجد عليه حياة من كواكب المجموعة الشمسية. أحسنتم، إنه كوكب الأرض الذي نعيش عليه.